30 ومعنا لاله لطيفه مدينه الدار البيضاء. صباح النور. صباح الخير، دايرين؟ الحمد لله، انت على خير، امورك هانيه؟ ضحكي. صحتك. المخن فرطاب. عايزنا يخمر يخمر. تبارك الله على لاله لطيفه، تبارك الله بالحد قالت. الله يعطيك الصحة. اليوم غتشاركي معنا مجموعة من الوصفات، هادو من اليديدات ديالك اللي غتشاركوا مع كل المستمعات والمستمعين، وأكيد حتى هما يقدروا يتواصلوا معنا، يعطيونا حتى هما الأسئلة ديالهم ليك من خلال 0522 36 05 36. إذا أنا غنمشي بالوصفات من ياك، نمشيو للمخنفر. واخا نبدا به هو الاول، لان حتى هو بزاف السيدات كيبغيوه، وكنديروه تعويض بعد ما تيلا ما صدقش لينا البغرير. والله الا زوين عرفتي، هو واخا تخليه في الثلاجه اللي خليتي تجبدي تسخني بحال يلا صايبتيه، ماشي بحال البغرير كيبدا يتصدر. واه يلا والله الا تبارك الله كيجي زوين. الله تبارك الله عليك، حتى الصوره غزاله، غنشاركوها مع كل المستمعين اللي غيشاهدوا. والو صايبي راه بغاتو. الله يعطيك الصحه. يلا ناخذوا المقادير والطريقه ديال التحضير ديال المخنفر من عند لطيفه مدينة الدار البيضاء. تفضلي. واخا نعطيك واحد اللي كيخرج كميه كثيره، بغيتي دير زلافه زلافه، بغيتي هذا اللي كندير انا زوين كيخرج كثير. وحنا دابا راه معنا انت يا لطيفه، حنا بغينا الحاجه اللي كتوجدي انت. صافي يلا تفضلي. عندنا نص كيلو ديال دقيق الفينو، نص كيلو ديال الدقيق الابيض، ايوا، واحد البيضه، جوج ديال الخمارات، ما بغيتش ديروا جوج، ديروا وحده، انا كندير وحده، حتى وحده كتجي مزيانه. واخا. الخميره ديال الدار على حسب الجو، واحد معلقه ديال سنيده. نعم صافي. والماء القياس هو المهم، التخراط ديالو شويه على بغرير، غير شويه على بغرير، خاصو يجي تقل ولا خف؟ يجي تقل شويه، يجي شويه تقل من بغرير. واخا. صافي. كناخذو انا حيت كندير هادشي كثير، كنخلطو في واحد البانيو، ايه، كنخلط جميع المقادير والماء دافي، ايه، كندير داك الدقيق وندير الماء وكنخلط بحال اللي كنديروا بغرير ديال الليل هكاك. واخا. كنطرب، نطرب. بغيتي تطحنيه دوزيه في الطحانه يسير بك، تطحنيه، بغيتي تخليه هكاك، اللي ما عندوش طحانه راه تبليد يخدم، هذا الشيء اللي كنعطيه على حساب اللي ما عندوش طحانه. واخا. المهم كنخلطو وكنخليه نغطيه ونخليه يخمر. ايه. المهم تيدير هذاك بحال البويقات ديال الزيت بوق. واخا لاله. صافي. كناخذ انا كندير الصغير والكبير، عندي جوج مقلات كندير باش كنسرب حاجه مختلفه. اييه هذاك اللي قلتي بحال بغرير راه هو نيت كبير. واخا. اللي كيبان لك بحال بغرير. صافي. كندير هذوك المقلات كيسخنوا، وكنرش شويه بالزيت، شويه الزيت كنرش المقلات. واخا. وكنهز مثلا هذيك المقله الكبيره كندير فيها مغرفه عامره، هو خصو يكون غليظ شويه، ما يكونش رقيق بحال البغرير، الا كان رقيق راه ما كيجي زوين. واخا. والمقله الصغيره هذيك الصغيره ديال البغرير كاع، ديك الصغيره كندير فيها نص مغرفه. اش كديري فيها؟ كديري فيها نص مغرفه. هذيك مغرفه كبيره وهذيك نص مغرفه. صافي. كنخليه يبدا يطيب، يبدا يدير بحال البغرير، يبدا ينشف ويدير بحال البغرير، كترشيه شويه الزيت من الفوق، غير شويه ماشي بزاف. اييه. وكتاخذي ديك المعلقه وكتقلبيه حتى تلقيه محمر على داك الوجه، تيكمل الطياب على داك الوجه الاخر وصافي وتحطيه. يعني هو اسهل هذا، حيت الناس ربما كيخافوا انهم يتقبش البغرير ولا هذا، هذا الشيء علاش؟ سهل في الخدمه ولا في كل شيء يصدق ليه، ما كاينش اللي زعما اللي ما يصدقليش. تبارك الله عليك، هذه خدينا الطريقه ديال المخنفر ياك، اللي هو من الوجبات اولا اللي كتكون حاضره في رمضان. هو كيجي زوين والله الا مع الزبده والعسل، ولا هو كيجي مخير. الله يعطيك الصحه. نمشيو لوصفه اخرى، امشي معاك لدوك الكريسات ياك. هذوك فوالا اللي فيهم الزيتون الفطائر. هذوك ناخذوا هذوك. اييه. عندنا نص كيلو ديال الدقيق الابيض، اييه، جوج معالق ديال الحليب غبره، نعم، واحد معلقه ديال السنيده، اييه، وجوج معالق ديال زيت العود، اييه، واحد البيضه، وشويه الملح، نعم، والخميره على حسب الجو، شوف هما زربانين ولا معطلين. كان الجو سخون راه كنقصوا، كان بارد راه كنزيدوا معلقه. فوالا معلقه كبيره ديال الخميره. الله يعطيك الصحه. تفضلي. صافي. نعاودوا المقادير لطيفه باش هكذا. واخا. نص كيلو ديال الدقيق الابيض، اييه، جوج معالق ديال الحليب غبره، نعم، واحد البيضه، معلقه ديال الخميره معجونه، شويه الملح، اييه، معلقه سنيده، جوج معالق ديال زيت العود، والماء دافي للعجينه، ما نعجنش بالماء بارد، كنسمع الماء بارد انا ديما، وخا الصيف كنعجن بالماء.
باش هذيك العجينه ما تكنزش. هكاك دونك هي باش ما تكنزش كديري ليها مزيان واخا ما يكونش ثاني الماء سخون تجي عيانه، ما يكونش ثاني الماء دافي وصافي. المهم ان الماء ما يكونش سخون بزاف وما يكونش بارد واخا دافي. هي عجينتي انا لا في البيتزا ولا في كل شيء هكا كندير. الله يعطيك الصحه تفضلي. صافي كنشد ديك العجينه كنعجنها وكندلكها مزيان ونخطوها ونخليها ترتاح تخمر. كندوزو ناخذ واحد البصله نشلطوها اييه نديروها تشحر اييه ونزيدو عليها اما طريفات ديال البيبي ولا ديال الدجاج ولا الا ما كانش الكفته. يعني اللي بغينا ديال الدجاج ديال داند اللي بغينا اللي متوفر. صافي كتزيد واحد الفليفله تاهي مشلضه. ونزيدو في التوابل نزيدو الخرقوم. هادشي كنشحرو بشويه زيت العود. اييه كنزيدو الخرقوم والملحه والبزار. واخا صافي كنشحرو يعني مزيان ملي كيتشحرو كنطفيو. اييه نطفيو كنزيدو الزيتون. نعم كندوزو دوك الخبيزات ديالنا. قادهم ونخرجهم تقريبا كيخرج شي 12 وحده راك شتيهم تبارك الله. تبارك الله. حيت نص كيلو ديال الدقيق ملي كيخمر كيعطيك. لا تبارك الله بعدا راه المهم راه كاين عدد ماشي ماشي قليل. وكبار تبارك الله غادي الا حضر واحد وحده بارك علي. تفضلي. صافي كنشد دوك الخبيزات كنقطعهم. نعم كنقادوهم ونخليهم يرتاحوا حيت يرتاحوا شويه عاد نخبزوهم نقرصوهم في اللاطه هكاك. وتخليهم شويه ماشي بحال البيتزا شويه طالعين. داكشي باش كتجي داك الحشوه بحال اللي كتجي في الوسط في المحفره في الوسط. كتجي شويه طالعين. كتاخذي اما كدهنيهم بالمايونيز ولا هذيك الصلصه ديال البيشاميل اللي كان هكاك. كدهنيهم من الاولين وكتحطي فوق هذه الحشوه. كتدخليهم الفران. بغيتي ديري معاهم الفرماج الانواع اللي بغيتي ولا فرماج حمر. بغيتي يطيبوا شويه عاد تحكي الفرماج صافي كتقدموا لهم بالصحه. الله يعطيك الصحه. وهذه طريقه بحال الطريقه اللي ولات من الدوله اصلا ديال البيتزا، هي اننا كناخذوا العجينه يعني كنحاولوا اننا نقرصوهم صغار كيتقرصوا عادي، من بعد كناخذوا الكاس يعني من القاعده ديالو كنحاولوا نضغطوا به كيولي يغرق لنا الداخل وكيوليو ديك الجنيبات طالعين. كتقدري ان ديك الساعه تعمرها بالحشوه غتجي بحال هذا الشكل هذا اللي اكيد غنزلوه للمستمعين والمستمعات واللي غيشوفوا عاود معنا لا فيديو على الصفحه الرسمية كيبقاو طالعين. كدهنيهم بالبيض فوالا كدهنيهم باللي بغيتي. وهنا زوينه الطريقه فاش قلتي انك كدهنيهم بالصوص ديال البيشاميل ولا يعني مختلفه صراحه ولا الاخر المايونيز هذوك اللي شتي راه فيهم المايونيز. لا تبارك الله عليك كنت طريقه مختلفه يعني انها غتبعدنا شويه على البيتزا. هذو فطيره مالحه بحال هذوك الفطيره اللي كنت عطيتك حلوه. على بقى الوقت ونعاودها ما بقاش مره اخرى ان شاء الله. امشي للوصفه اللي هي ديال العشاء اللي يقدروا الناس يديروها في العشاء ديالهم، هي ديال الرز بالدجاج وبالشعريه محمره. حنا ملي تنفكروا الشعريه المحمره كنتفكروا حتى الوصفات المصريه الكشري المصري. هنايا جي نتكلموا على الوصفه ديالك ديال الرز بالدجاج، ناخذوا المقادير والطريقه ديال التحضير. هاد الشعريه المحمره كتجي حتى الشعريه ديال السبه تجي تقول منمره هكاك مزيان. ملي تصايبي الشعريه ديال السبه كتحمري واحد شويه وتفوريها معاك زوينه هاد منمره الصراحه. يلا ناخذوا المقادير والطريقه ديال التحضير. الطريقه ديال الرز عندنا نص كيلو ديال الرز اييه وعندنا كاس لاروب ديال الشعريه ديال الصفه. نعطي طريقه والمقادير ولا تنعطي؟ لا عطيني كلشي بدقه وحده يلا. صافي كناخذوا ديك الرز كنغسلوه مزيان ونخليوه في الماء 30 دقيقه. صافي من بعد كنصفيوه وكنديروه في الكوكوط ولا الطنجره. كندير واحد العويل ديال القرفه. ندير هذيك قعقبله هذيك حبه الهيل. كندير واحد جوج ولا ثلاثة شوية الزيت ومليحة. نعم وكنخليو هذاك الروز يتسلق. أييه كناخدو ديك الشعرية كنديرو شوية الزيت في المقلة وكنشحروها. أييه تتحمر شوية تتحمر مزيان. من بعد كتصفي داك الروز ملي كتلقيه طاب كتزيدي عليه ديك تخوي عليه الشعرية وتحركي واحد الروز سخون باش ديك الشعرية تاخد شوية طياب مع ديك السخونية. واخا من بعد كديري ترجعي من الكوكور وكديري جوج معالق ديال الزبده. اييه وكتنقصي العافيه حيت دابا الروز مسلوق غير باش يكمل الطياب ديالو مع ديك الشعريه. اييه صافي وكنخليوه. نعم كناخذو تندوزو ناخذو نص كيلو ديال طريفه ديال الدجاج.
كنشلطو عليهم واحد البصله مع شويه زيت وكنشحرو. نعم. ملي كتشحري من بعد كتزيد واحد المعقه ديال الدقيق ابيض فورس. كتزيدي التوابل شويه الزعتر والجزبير والبزار ومليحه. كتشحرو مزيان كتزيدي واحد المعلقه ديال لاطيشات الحك. المهم كتلقاي شي تشحرو الدغمر كتجي تخلطي واحد جوج معالق ديال العسل ولا معلقه مع عصير ديال الحامضه. كتزيدي عليها وكتزيدي واحد الكاس ديال الماء طايب. مزيان. صافي وكتسدي عليه وتخليه يطيبو. صافي. صافي ملي كتحسي به طاب والدغمر هذيك المريقه مزيان كتحطي في التقديم كتحطي ذاك الروز وتحطي من فوق بحال حطيتي الكسكسو الزين ديال الكسكسو. لا تبارك الله عليك وتمنيضر زويون مع ذاك الروز بيض وديك الشعريه كتكون محمره بحال الكاك. المذاق كيجي مزيان. لا تبارك الله عليك.